السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعين قناة الأستاذ مع سلسلة جمجمة بلس. مخروط زجاجي وضع بداخله كمية من الماء، وكان الارتفاع من سطح الماء إلى رأس المخروط يساوي 8 سنتيمتر. تم قلب المخروط الزجاجي على رأسه لأسفل، فأصبح الارتفاع من سطح الماء إلى قاعدة المخروط تساوي 2 سنتيمتر. المطلوب إيجاد ارتفاع سطح المخروط الزجاجي. سيبدأ عداد الثواني الآن، يمكنكم التفكير قليلا في الحل. هذه المسألة من المسائل الممتعة التي تستطيع حلها بدون معرفة طول نصف قطر المخروط. تابعوني في الحل. سنفرض أن ارتفاع المخروط يساوي H، ونصف قطر قاعدة المخروط تساوي كابيتال R. لدينا مثلث كبير يصنعه العمود الساقط من الرأس إلى قاعدة المخروط، وأيضا مثلث صغير يصنعه نفس العمود الساقط إلى سطح الماء، ونصف قطر دائرة سطح الماء تساوي small R1. فيمكن الآن إيجاد حجم الماء داخل المخروط الزجاجي ويساوي حجم المخروط الكلي ناقص حجم الجزء الفارغ فوق سطح الماء. نعلم أن حجم المخروط يساوي ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع، إذن حجم الماء يساوي باي على 3 كابيتال R تربيع H ناقص باي على 3 سمول R1 تربيع في 8. سنحاول الآن إيجاد علاقة بين كابيتال R وسمول R1. سنلاحظ من المثلثين، المثلث الكبير والمثلث الصغير، أنه يوجد تشابه بينهما، ومن التشابه يكون small R1 على capital R تساوي 8 على H، ومنها يكون small R1 تساوي 8 capital R على H. نعوض عن small R1 في العلاقة، فيكون حجم الماء يساوي باي على 3 capital R تربيع H ناقص باي على 3 في 8 كابيتال R على H الكل تربيع في 8. وبأخذ باي على 3 كابيتال R تربيع عامل مشترك، فيتبقى لدينا H ناقص 512 على H تربيع. تذكروا هذه العلاقة ونضعها في الجانب الأعلى من الشاشة. وسنحاول الآن إيجاد حجم الماء عندما يكون المخروط منقلب على رأسه. لدينا الآن نفس الارتفاع H، ونفس نصف قطر قاعدة المخروط كابيتال R، ولكن سنلاحظ أن نصف قطر سطح الماء سيختلف، فنفرض أنه يساوي small R2، وبالتالي سنلاحظ أن ارتفاع الماء داخل المخروط الزجاجي سيساوي H ناقص 2. إذن حجم الماء داخل المخروط سيساوي باي على 3 small R2 تربيع في H ناقص 2. وبالمثل سنجد علاقة الآن بين small R2 وكابيتال R، فيكون small R2 على كابيتال R تساوي H ناقص 2 على H، ومنها small R2 تساوي H ناقص 2 في كابيتال R على H. نعوض عن small R2 في العلاقة، فتكون باي على 3 H ناقص 2 في كابيتال R على H الكل تربيع في H ناقص 2. وبفك المقدار والاختصار، سيكون حجم الماء يساوي باي على 3 كابيتال R تربيع في H ناقص 2 الكل تكعيب على H تربيع. لدينا الآن علاقتان لحجم الماء داخل المخروط الزجاجي، ونحن نعلم أن حجم الماء لن يتغير، وبالتالي لا بد أن تتساوى هاتان العلاقتان، ومنها يمكن الآن حذف باي على 3 كابيتال R تربيع من الطرفين، وهذا يعني أن الإجابة التي نريد الحصول عليها لا تعتمد على نصف قطر سطح قاعدة المخروط. إذن H تكعيب ناقص 512 تساوي H ناقص 2 الكل تكعيب. وبفك المقدار سيكون لدينا H تكعيب ناقص 512 تساوي H تكعيب ناقص 6 H تربيع زائد 12 H ناقص 8. وبحذف H تكعيب من الطرفين ستصبح المعادلة على الصورة 6 H تربيع ناقص 12 H ناقص 504 تساوي 0، ومنها بالقسمة على 6 H تربيع ناقص 2 H ناقص 84 تساوي 0.
هذه معادلة من الدرجة الثانية يمكن حلها باستخدام القانون العام، فتكون لدينا قيمتان لـ H، H تساوي 1 موجب أو سالب جذر 85، وحيث أن الارتفاع دائما موجب، إذن H تساوي 1 موجب جذر 85، أي تقريبا 10.2 سنتيمتر، أي أن ارتفاع المخروط يساوي 10.2 سنتيمتر. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم بالمسألة واستمتعتم بالشرح. ما تنسوش ادعموا القناة، ان تعملوا لايك للفيديوهات اللي بتنزل وتشتركوا في القناة، وانتظرونا ان شاء الله في حلقة قادمة من جمجمة بلس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.